مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في فقرتنا الاقتصادية اليوم رح نتطرق للحديث عن موضوع شغل تفكير الكثير ممن لديهم طموح للبدء في مشوارهم التجاري، واللي يحتاج بشكل كبير إلى الدعم المالي وأيضا للاستشارات الصحيحة. معنا في الاستوديو اليوم الباحث الاقتصادي الأستاذ ناصر السهو العازني المحلل الاقتصادي للحديث حول المشاريع الصغيرة وما هي النصائح التي يوجهها لمن يفكر في إقامة مشروع صغير. فنرحب فيك أستاذ. الله يعطيك العافية وصبحكم الله بالخير أنت والمشاهدين، إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم وتستفيدون أكيد من الفقرة أكثر من يعني إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنا شخصيا عندي اهتمام في الموضوع هذا، لأن أنا ما عندي مشروع، ولكن تجيني أفكار لمشاريع بس ما أدري من وين أبدي. فشنو البداية حق اللي عنده فكرة مشروع؟ البداية إذا كان مشروع قائم وإذا كان مشروع مبتدأ لازم يقدم على الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة ويشوف الفكرة ويطرحها على الصندوق. طبعا الصندوق راح يطلب عليه بعض الطلبات، بس إخواننا شوي بالصندوق ما شاء الله عليهم، يعني في بعض يعني أنا يعني أعلق في الأمر هذا، في بعض الصعوبات اللي قاعد يعني يحطونها على المبادرين. يعني ليه تكون كبداية اليوم أي صندوق يبدأ بالعالم لازم يوصل للألف مشروع عشان بعدها تبدأ أنت شلون يعني تطور وتبدأ أنك شوي تخف الطلبات. فأنت اليوم عندك مشروع تروح تقدم على الصندوق، أنا مشروعي مثلا أبي أطرحه. طبعا أي مشروع ينقصها شغلة واحدة وأهم شغلة الدعم المادي، لأن اليوم أي واحد عنده مشروع، أنت تعرفين المطاعم أو، وأنا أنصح ترى أي واحد يعني عنده مشروع أو شيء يبعد عن المطاعم، يبعد عن القهاوي، لأنها يعني صراحة صارت أكثر من الطبيعي. يعني رح نتكلم عن شنو نصايحك حق اللي يبي يبلش بموضوع مشروع جديد. إنزين، حضرتك قلت إن سواء اللي عنده فكرة مشروع أو اللي أوريدي عنده مشروع قائم، أثنينهم يروحون حق الصندوق الكويتي الوطني. الوطني واللي يقوم في دعم المشاريع. إنزين، شنو الخدمات اللي تقدمها الجهات الأخرى لدعم المشاريع الصغيرة؟ والله الخدمات هي ما كانت في خدمات، بس الله يجزاها خير، نصبح عليها الأخت الوزيرة أم أحمد وزيرة الشؤون، قدمت خدمة وبادرت فيها وتحسب لها، لأنها هي أول من قامت في الأمر هذا اللي هو خدمة المشاريع الصغيرة في الصديق، والدليل أن أول جهة كانت موجودة فيها اللي هي وزارتها والهيئة العامة للقوى العامة. هذه الجهة يعني خلت أي صاحب مشروع بدل ما يلف 20 جهة حطوهم بصالة واحدة، وهذا يحسب، وأنا أقول لها يعني صراحة على عمل فردي كبداية، ودليلنا يعني الحين ما شاء الله أغلب الجهات قامت تكون موجودة هناك، والصندوق هو تقريبا آخر جهة وصل هناك، مع أنه هو المفروض يكون أول جهة يعني. فتحسب اللي هو أول من قام في هذه الأمور الوزيرة، وزيرة الشؤون اللي هو مركز الصديق. أكيد كل الشكر لها، وبالتأكيد أن كون أنها تحط كل شيء بمكان واحد هذا يسهل أمور كثيرة. طيب أستاذ، شنو المشاريع الحين خلينا نتكلم عن المشاريع اللي تنصح فيها الشباب اللي تحتاجها الكويت؟ المشاريع اللي تحتاجها الكويت أول شيء اللي هي مثلا التصنيع والإعادة التعبئة. يعني مثلا أنت تلاحظين بعض دخل أي جمعية أو دخل أي شيء تلاقين مثلا زيوت المدن مالها صنع في دبي أو صنع في عمان. يعني هل تعتقدين أن عمان يعني لا خلينا عمان، يمكن عمان فيها، بس خلينا نتكلم عن دبي، هل تعتقدين أن دبي فيها عيش أو فيها زيت؟ يعني هذا يأتون في الأمور يعيدون تعبئتها وتطلع باسم الدولة. فيا ليت الشباب يتوجه لهذا الأمر، لأن هذا جدا مفقود بالكويت. يعني أنت لاحظ الحين في 1000 مطعم مقابل في مصنع، في 1000 قهوة مقابل في يعني إعادة تعبئة لأصناف، والدليل يعني أغلب الأصناف اللي موجودة في السوق الكويتي من دول مجاورة، من السعودية ومن دبي ومن عمان، ويا ليت نكون احنا سباقين في هذا الأمر يعني. إن شاء الله. طيب أستاذ ناصر، شنو العائد المادي الاقتصادي على الدولة من خلال إقامة المشاريع الصغيرة؟ حاليا ومستقبليا
انت اليوم انت لما تحط شخص في مشروع صغير انت اول شيء بعدت عن موضوع الجرائم. انت اليوم يعني انا اشوف يمكن احصائيه مالت وزاره الداخليه في جرائم بالدقيقه قاعد تكون بالكويت. لو نبحث عن يعني لو نبحث عن الموضوع نلاقي الفراغ ذبح كثير من الشباب. اليوم انا لما اخلي الشاب لاهي بمشروعه او اخلي الشاب منشغل في مشروع، هل راح يكون عنده وقت يروح للتفكير في اشياء اخرى؟ الفكر الثاني اللي راح يعود عليها مثلا انت اليوم مثلا الحمايات القديمه مالت الجيوش والقاعدات الامريكيه او القاعده، هذا الامر يعني اليوم ممكن يتحول بطريقه مربحه. انت اليوم لما تاتي لاكبر المصانع في العالم، مصنع امريكي او مصنع الماني او مصنع مثلا صيني، ويقوم بوضع فرع له في الكويت للتصنيع للدول المجاورة مو شرط الكويت، لأن أنت لما تروح للكويت يقول لك أنا ما أصنع حق مليون، أنت عندي يعني منطقة صغيرة. لما يصنع للدول المجاورة هذا يكون أمان لنا إحنا، يعني بدل ما نكون أمان إحنا ندفع له، لا هو أمان هو يدفع لي. ونبي يعني من الأمور المطلوبة نفس اللي هو المؤتمر اللي صار الأخير إن شاء الله اللي راح يصير مؤتمر إعادة إعمار العراق، يكون في مؤتمر إعادة إعمار الاقتصاد. يعني أنت اليوم شنو الفرق اللي صاير بيننا إحنا وبين معرض الغذاء اللي في دبي؟ معرض الغذاء بدأ في 96، أول ما بدأ كان المعرض المشابه له الألماني والفرنسي كان يضحكون عليه. أنت وين يعني أغلب الشركات قاعد تروح هنا. اليوم معرض الغذاء في دبي احتفل اليوم يمكن صار له 22 سنة، اليوم نص المشاركين في معارض دبي هم كل المشاركين في معارض ألمانيا وفرنسا. فاليوم احنا مو بيوم وليلة نبي نسوي ونحط ونبي نقول، نبي بس شغلة واحدة، نعيد إعمار الاقتصاد بالكويت. يعني الترانزيت بالكويت يفرق أقل ساعة عن أي بلد. فالكويت هي المفروض هي بلد الترانزيت وبلد الصناعة وبلد الأمور للدول المجاورة المحيطة فيها. إن شاء الله رسالتك توصل حق شبابنا ويأخذون بنصيحتك أستاذ. شكرا لك جزيلا. مشكورة. مشاهدينا الكرام، كان معنا الباحث الاقتصادي الأستاذ ناصر السهو المحلل الاقتصادي، كل الشكر له. ومستمرون معكم